لو احنا عايزين نعمل استاد عالمي لازم يكون عندنا اتصال بالعالم كله، ولازم يكون احنا عارفين ازاي نقدر نوصل لاحسن ناس موجوده في الدنيا، ونبتدي من اخر نقطه انتهى عليها العالم، مش نبتدي ونتعلم من اول وجديد. استاذ محمود عبد الله، استاذ محمود عبد الله كان اكبر يعني واحد الرئيس التنفيذي لواحده من اكبر شركات التامين اللي في العالم، وجه هنا عمل عمليه اعاده هيكله لشركات مصر للتامين. فعشان نقدر ناخد العقل اللي عارف يعمل النقله ما بين الانترناشونال وما بين البيروقراطيه المصريه، كان لازم ندور على حد زي الاستاذ محمود عبد الله. هو بجد هيساعدنا كتير جدا في الحته دي، سواء كنا بنتكلم مع مجلس الدوله او مع الوزارات، لانه عنده درايه كافيه بالقوانين المصريه، وكمان احنا عايزين نعمل ايه. بنك سامي الحقيقه بتمثل لينا قطاع مهم جدا، لانه لو احنا هنبتدي نشتغل لازم نبص على الشكل التجاري. ازاي هنعمل للاعضاء بتوع النادي الاهلي حاجات تجاريه مميزه نقدر نخدمهم بيها، لازم يكون عندنا حد عنده الخبره دي. مي قعدت فتره طويله جدا مع ماجد الخطيم، هي كانت مسؤوله عن الاتش ار في ماجد الخطيم كل فتره طويله، ودلوقتي بتشتغل كونسلتنت لكل الشركات الكبيره اللي موجوده في الخليج او في مصر في حته الريل ستيت. النادي الاهلي ولكل الناس اللي بيزوروا النادي الاهلي او كل المنشآت، لازم المنشآت دي تبقى بتدار بحرفيه وتحقق لنا ربحيه عشان نقدر نرفع الفكره. طول ما المنشآت دي مراكز تكلفه هيبقى صعب جدا على النادي ان هو يرفع الاداء. كمان احنا عايزين نحقق طفره انشائيه تفتخر بيها عائلات الاهلي ويخرج بيها كيان الاهلي الى قلب العالم. يخرج بيها كيان الاهلي الى قلب العالم دي يمكن متاخده من اللائحه، متاخده من الرؤيه اللي حطها محمود، واحنا هنا بنقول الى قلب العالم، يعني لما نبني استاد العالم كله هيتكلم، وهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه البدايه فين. اللي مرت برضو على النادي الاهلي الحقيقه شخصيه، يمكن هو تعبان جدا وهو مريض جدا، بيشتغل وبينزل من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 10 11 بالليل ما بيسيبش النادي. رحمه الله عليه، توفى برضو في خلال الاربع سنوات اللي فاتوا. بشكره جدا وبشكره اهلي جدا، ربنا يرحمه رب رحمته واسعه. احنا واحنا بنشتغل في الانشاءات دي في اللي احنا قلنا للناس عليها، لقينا ان في حاجات تانية احنا يعني بتبان على الشغل بس لازم تتعمل، ما ينفعش ما نعملهاش. ففي امور اخرى او في انشاءات اخرى احنا اضطرينا او يعني عملناها بس كانت خارج البرنامج عائله الاهلي.